يا السلام عليكم خوتي خواتاتي هكا يا السلام عليكم خوتي خواتاتي اليوم جيتكم فيديو جديد نهار جديد روتين جديد. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هادو اللي متبعين البساطه مع سلمى غيعرفوا الطلامات ديالهم. هادو ديال سلمى اختي هاد الدار. جيت انا اليوم مع سلمى اختي. نعم ساجده مصاصه من نجيبها حسون تنت شويه نخرج انا هكا يلا انون دانون زعما. المهم البنات كيف ما كتشوفوا اليوم راه جيت عند سلمى اختي جينا لواحد الغرض هنا قريب لا طرقناها. المهم قالت لكم والو قعدوا تغداو انا وماما قعدنا جينا لقينا يلا فاقت فقد الدار مرونة. قلت لها هانتي سيري تجمعي الكوزينه وانا غنجمع لك الدار. قالت لك صوري. المهم البنات غادي نتشارك معكم الروتين ديال اليوم في دار سلمى اختي تابعوني. صافي البنات كيف ما كتشوفوا المهم بدات لكم جامه قديمه. المهم جو عندي لقاوني هكا صبحت عيانه صافي اصلا ما فاقتش بكري. المهم فاش جاو جات ماما وجات جيهان جيهان قالت لي صافي غير سيري انا غنجمع الدار وسيري انتيا ديري الغدا. داكشي اللي كان مشيت انا درت الغدا وهي جمعات لي الدار طبعات. المهم راه مسيقه الدار وكلشي غير الدراري كيدخلوا ليا هكا الصاله مع كشاد الويفي هكا في الصاله وكيدخلوا لناه صافي. هادشي اللي كاين. المهم راه جمعات كيف ما كتشوفوا الصاله وقعدت واخا تقول لي واخا كتقول لي راه هاد المخدره ما تنعرفش اليوم. المهم علينا كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم ويعجبكم ولا يعجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج القناه. سمحوا لي لانني هملت القناه يعني مؤخرا ما بقيتش عاطيه القناه وقت هملتها ما عرفتش مني البنات. المهم عيان يعني شويه ما عنديش الخاطر ما كنبغيش اصلا نشارك معكم هادشي لانني كاين شي حاجه منفعكم يعني مرحبا شي حاجه غادي تحبطكم يعني راه ما كنبغيش نهائيا. كنبغي نشجعكم كنبغي نبدا لكم الروتين ب هكا ب تفاؤل بتحفيز ب ماشي ب المهم علينا صافي. المهم بجي انا جمعت الدار مشيت انا البنات باش ندير الغدا. المهم انايا كنت غير هنا في الصاله على حساب هكا كنعس تحت من الشرجم لان كاين الحس هنا هاد الايام بزاف بزاف وانا يعني راك قضي عليا انا من النوع اللي كيقضي عليا هكا الحال سخون صافي. كما شفتوا يعني من بعد ما سالات هذيك الجهه دازت للجهه الاخرى. المهم هاد الخديات ما عرفتش فين تحطهم ولكن راه صافي حطيتهم تما تنساليهم قاده يعني لقات اي حاجه رجع لبلاصتها صافي. هادشي اللي كاين غادي دوز باش دوز الشطابه تشطب هكا هاد البيت ودوز باش المهم حنايا هكا الزربيه راه كنحيدو العصا اغلبيه كنحيدو حيدت لي حتى الموكيت ديال وسط الدار مومنتوم معانا وغادي نمشيو ان شاء الله باش نعزيو واحد الاخت عزيزه هكا في عمها. وهادشي كاين جيها راه مجمعه ما عرفتش مع من مجمعه والله ايوا هادشي اللي كاين. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا. شوف تفاني ومومو ما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاج وشكرا لكم بزاف بزاف. واي حاجه بغيتوها ان شاء الله خلوها لي في التعليق وانا على الراس والعين اي حاجه بغيتوها غادي نشاركها معكم. صراحه قلت لهم يلا غير نخرجوا نمشيو غير الكارتين ولا نطلعوا سيدي بوزيد هكا ونضحكوا ونلعبوا. ويعني كل واحد كيقول لك بروغرام كاين اللي ما ساليش كاين اللي مسالي وغادا بحال هكا. صراحه ما كرهناش التفويجه هذا مكان. يلا غزاله تجولي. المهم جاي انا بيت عندي الى شقتي نقدر ندير فيها شي مقلب ما شقتش ليا ما شفتوني ما شفتكم. المهم بنات هنا كيف ما كتشوفوا كملت الصاله دازت كتجمع هكا وسط الدار. قلت لها دخلي حكم لي حسنتك وجمعي بنت النعاس وطوي شي حويجات هبطو من السطح وبركة تتحل عليا فما ندمتني علاش قلتها ليها. وهادشي اللي كاين كديري لبس عليكم اش اخباركم كنتمنى تكونوا صحتكم بخير يا ربي. هنا البنات المهم قلت لها ديري لنا كشكيكه ولا شي حاجه غير كنخرجوا. قالت لي واخا ساعه يعني تقلب بروغرام
وهكا باش نعد واحد المرة باش نعزيو. ايوا هادشي اللي كاين. هذا ما كان غز راديولي صراحة نفعتني جمعت الدار بيض. وانا بشي درت الغدا ما صوتش ليكم البنات غير سمحوا لي. ايوا هادشي اللي كاين. راه ما كتعرفش هاكل مخيط كيفاش كيتصايبو، راه دارت جهده وحيدت الموكيط لان قالت لي حيديه الحال سخون باش مخليه. اه حيديه صافي حيداتو نيت جمعاتو خليته نطلع نضرب عليه بشي سوسه ونصبنو وتان من بعد نديره. شوف البنات هذيك البلاصه ديال الطابله بقات عيبه هاكا حتاش تقطع الجلد. صافي هنا غادي تدوش الطابو وغادي تدخل. لا مجمعاتوش خليتو ليا. ايوا هادشي اللي كاين. وها السجده كيف ما كتشوفوها هي كدور وكتلعب وكت في المجار اللي قبل من الاخر كدور وكتلعب. شوفوا البنات شوف فاتنا مع بنتها. صافي هنا دازت باش غادي تدوش الطابه. المهم راه فاتنا مع السجده تقول لها حيدي وهذيك تجي تلعب وهذيك تقول لها حيدي وغادا بحال هكا. المهم دخلت للبيت بس دوز الشطابه هكا من البيت وتخرج هنايا. ايوا الصلاه راه شطبتها. هادشي اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم. الى عجبكم متبخلوش على خصكم بلي لايك وبارطاج القناه. وشكرا لكم على خطيكم عليا والله يخليكم دائما فوق الراس وراكم عزاز بزاف بزاف بزاف. وكنتمنى انكم تدخلوا عند جوهرة الطبخ والجمال. انا نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو. ايوا ما تمشيو فين وخليكم معنا حتى نكملوا لا فيديو. سلمى هاد سلمى ونجيرة مبقاش ما تحطها كرفتها من الكوزينة تخرجها هنايا. عرفتي كرفت لها الدار. شوفي درت لها هاد البلايصة جات هي هاديك. الباب راه كيتحل هانتوما شفتو الباب كيتحل ودرت لها هادي هنايا. البنات راني جمعت في الدار. المهم راه جيت عند سلمى الكوزينة. نعاسو الكوزينة. لا غنمشي نرد على ولدي. شوفها هي كتقلف البطاطا. اش دايرة الغدا؟ انا كاع ما عرفتك اش دايرة. اتقلي قالت لك زين والفلفله والدنجال كتشوي فيه. شنو ديري الدنجال؟ زعلوك. غديرو زعلوك. اه كتشوي حسن من تسرقي. انا كنصالحو وديري في الفران. واحد المتتبعه الا كانت كتسمعني هي اللي كتبت لي في الكومونتيرات قالت لي خليها ديرهم في الفران حسن من تسرقيه. كل واحد كيدير طريقته ولكن ايوا كتستعبي هي. وراتني وانا وريتها وغاليه. هيدي قولي ليهم هالغديون اش دايره؟ انا صورت حرك العاصة. اه يلا قولي درت دنجال زعلوك درت زعلوك درت شويه زيت قليته قليت مطيشه قليت الفلفله قليت الفريت وقليت العصير. قليتي العصير؟ اه نعمر كيفين؟ اه عمري كي العافية. اه عمري هاني دكيتهم. انا ما صورتش الحلية حتى لو صورتي شي حاجة. انا صورت صورت غير ملي كنت كنجمع عليك في الدار. شنو دار الوالدة؟ البنات دابا مع الحال سخون المرقة ما كتبقاش تتكل. هادشي اللي كيتكل. سلام نمل. لا 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 انا طالع كنصور. المهم كنت العزو هاد الايامات الله يحضر السلامه شحكته. غادي نعزو على واحد السيده معظم اجر في عمها عزيزه عليا. وانتم معايا مصورتش معكم من الدار حتى قررت للدار اجي راه هنا.
دقي مش كنا باغيين نمشيو مع العيالات هي قالت لي غير قسوا الناي ها كنصور حتى كنا بغينا نمشيو مع العيالات قالت لي قسوا غير الناي المهم نجمعوها كان اكولي بيديك اختي المهم احنا جينا عند خت حياة العروسي شوفوا حشا هان ما كنتش في الدار كنا بحي سلام شعر دخلك سيدي هذا قلب هيا يطلع روس بوشرة بوشرة كبي 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 لي أنا ما شدش لك البراد كبي مالكة كبي تحرمي صعب على كبي ما شدش لك بياتي المهم هاد اللقطة صورتها جيا اختي ولحتها ليا المهم انا تبارك الله خديجة كتصرع السفة يعني بواحد الطريقة يعني فنة كتعجبني انا السفة ديال خديجة نبغي نقولها الله يعطيك الصحة والله يعطيك صحيحتك وان شاء الله تشوفي فاطمة الزهراء في اعلى المستويات وتشوفي مام وتشوفي ان شاء الله هاكا شي خدمة زوينة ان شاء الله وديما الفوق الفوق وصافي هادشي اللي كاين المهم راه دارت السفة مدفونة كيف ما كتشوفوا السفة يعني راه الحبة على خوتها الحب على خوتها وما نقولش لكم راه بنينه وزوينه هادشي اللي كان المهم راه دارت هكا صفه مدفونه في الدجاج انا ماشي مشكله ايش شدي عليا سلام بنات كدايرين لاباس عليكم مرحبا بيا الحياه انا ديما فما مشيت كنرحب براسي لا كنتو كتدخلوا هاد السلمه راه غتلقاوني ديما مرحبا براسي بارك الله فيك تبارك الله اصدقائي كيفاش
داكشي اللي كاين كلشي داكشي اللي كاين ماما صاحبتي انا قبل الحمد لله عارفه اللي كاين والله ماما ديما تجبدكم بالخير الحمد لله خير خير منا امين يا صافي البنات كيف ما كتشوفوا ها هي يعني قادت من بعد ما دارت الدجاج عاودت قبت مشات ماما قبت صفها كامل الفوق وغادي تزوق هكا بكاوكاو وبالعنب صراحه ما نورش لكم على صفتها كيفاش كتجي راه كتجي رائعه وانا يعني انا خصوصا كتعجبني صفتها يعني راه ما نقولش لكم حاجه دائما زوينه هادشي اللي كاين كيف ما كتشوفوا دارت هنا كاوكاو محمر درت هكا واحد الحفيره ودرت كاوكاو مهرمش ومحمر وغادي تزين بالعنب هكايا عنب معسل العنب معسل ودورت ديك الدوره هكا بسكر كلاصي على الكاوكاو ايوا هادشي اللي كاين المهم راه معاونين حتى حيه العروسي معاوناها اخت ديال خديجه حتى هي عندها قناه كنتمنى انكم تدخلوا عندها وتدعموها وتقولوا لها جينا من عند سلمى حتى هي قناه زوينه اصلا قناتي يعني خاصه بالعرس وبالتنقافت يعني غير مع الحجر الصحي راكم كتعرفوا ان ما كاينش العرس وداك الشيء يعني كتصورها هكا في الدار باش ما تطيحش لها القناه وحتى جيان اختي راه هي اللي صورت هذا الفيديو غير لاحتوا ليا كنتمنى انكم تمشيو عندها قناه جوهر الطبخ والجمال قناه زوينه تاع هي متنوعه الروتينات ووصفات فلوكات هادشي اللي كاين يلا هانتوما معايا ان شاء الله حتى المهم تلقاو القنوات في صندوق الوصف هادشي اللي كاين يلا ما تمشيو فين وهانتوما معايا غسلي لي اختي وفني الفوطه لما غسلت اختي لما انا غسلت النفاق 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 حاشا وقلت يا اختي بوحدك فمك فمك يخلعك شوف جيان صيفطه دي الطبسين جابتو لنا العيالات وجدتو اختي والماما هما الاولين راه خايف ماما ماما يعني الشيطان العيالات عيعرسوا الدنيا مطبسين انا ما يعرسوا بعد تسمى حنا غادي صافي الغزاله ديولي المهم هنا كيف ما كتشوفوا راني بدينا كناكل الصراحه كيف ما قلت لكم الصفه يعني زوينه بزاف المهم هنا غادي سالي الفيديو كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم ولا عجبكم ما تنساونيش ملي لايك وبارطاج القناه بسلام عليكم خليت لكم راحه ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جديد